بس ارجع واقول لك برضو يا دكتور، ما زال النادي الاهلي اهلي اهلي. اه طبعا معلش يعني ما زال حتى الان الرموز لهم قدرهم والاسر والتعامل، محافظين على الاسلوب وعلى الاداره، لان احنا الاهلي نادي الاهلي مش نادي، النادي الاهلي مؤسسه. فلما بيعمل حاجه كل الانديه بتقلده. الله ينور. لما بيعمل خطوه او بيعمل فكره او بيعمل برنامج او بيعمل اسلوب انتخابات كله بيتقلد النادي الاهلي. صحيح. دايما يعني دايما سباق بده. وخلينا افكرك بحاجه دكتور، يمكن وانا لما جيت يعني كنت في المكتب وكنت همضي طبعا وحضرتك موجود، حضرتك سالتني سؤال يمكن حضرتك مش هتفتكره انا بقوله على الهوا. حضرتك قلت لي هيثم انت مضيت في حته تانية وخدت فلوس. يعني السؤال ده خليني وقفت شويه. ليه حضرتك بتحترم حتى كنت عايز تحترم طبعا لو انا ماضي وفي حته لا يمكن اتكلم معاك، لا يمكن. قلت حتى حضرتك يمكن يعني ما تفتكرش السؤال ده بس انا فاكره. لا طبعا حتى انا قلت لحضرتك لا صح. لا لا بس انا فاكر قلت لحضرتك ساعتها يا دكتور. لا ده اصل مبدا في الاهلي. انا مش معقول هجيب واحد ماضي في حته واساومه واقول له تعالى امضي عندي. قلت يعني لك لا يا دكتور انا مش ماضي. قلت لي خلاص يا هيثم انت معانا. وحتى قلت لي السؤال ده كابتن حسن بياكد وعايز يعرف اجابته يعني. فحتى يعني استغربت قلت ربي يعني حتى لهذا القدر النادي بيحترم تعاقداته ومحترم تعاقدات الاخرين طبعا. مش هيتدخل عليها طبعا. فالحقيقه كانت انا فاكر اليوم ده كويس وكان في مكتب كابتن رؤوف عبد القادر.